السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنشوف مع بعض فكرة الفانوس، سهلة جدا بإذن الله هتعجبكم، وكمان هتقوموا تنفذوها دلوقتي. هستخدم هنا السلوتيب أو اللزق ده، وده بيبقى موجود في المكتبات، بيبقى موجود منه ألوان كتير كده وبيبقى شكله حلو جدا. ممكن تستخدمي كمان الشي كرتون، هيدي معاكي نتيجة كويسة، اللي هو بيبقى موجود منه لون أبيض وأسود وأحمر، وكمان بيبقى موجود منه أزرق. ممكن تستخدميه لو متاح عندك وموجود في البيت. هبتدي دلوقتي آخد جزء من السلوتيب وهثبته بالطول. هبعد عن الجزء بتاع غطاء البرطمان، مش هجيب عليه سلوتيب نهائي. ثبت كده السلوتيب كويس جدا، هيدي معانا نتيجه حلوه جدا، وهتشوفوا كمان شكل الفانوس في الاخر. هستخدم بقى الالوان اللي موجوده عندي، لو مش عندك وهتستخدمي لون واحد برضه هيدي ايه معاكي نتيجه كويسه. هسيب كده مسافه شويه من البرطمان وابتدي احط كمان لزقه بالشكل ده، لو طويله ومعديه للجنب التاني هبتدي اقص الزيادات منها، وبقيس بالشكل ده المسافه اللي انا سايباها بين كل لزقه والتانيه، وابتدي برضه اثبت لون كمان. تمام، احنا ممكن نستخدم اي لزق موجود عندك في البيت، المهم يكون ملون. تمام كده هيمشي معانا وهيدي معانا نتيجة حلوة جدا لفكرة الفانوس اللي هنعمله. هكمله بقى كله بنفس الطريقة. هستخدم بعد كده السولوتيب وهبتدي اثبته على الجزء اللي من فوق، هكمل بقى هنا باللون الاحمر، وكمان هيدي معايا نتيجة حلوة جدا. انا دخلت تلات الوان مع بعض، بس هنبتدي بقى نركز مع لون او لونين بس عشان نزين باقي البرطمان. وهبتدي اثبت كمان جزء من السلوتيب تحت الشريط اللي انا عملته، مش هنلفه كده مرة واحدة، لا هنلف جزء جزء عشان يطلع معايا شكل مظبوط، وكمان ما يتخلعش مني، يعني لو اتشد يبقى صعب ان احنا نشيل الاستيكر ده، يبقى ثابت على البرطمان عندي. كده ثبت الجزء اللي من فوق، وهثبت كمان على الجزء اللي من تحت في اخر البرطمان، وزي ما اتفقنا هنبعد عن الجزء بتاع الغطاء بتاع البرطمان. تمام، بلف كده في الجزء اللي من تحت الاول لحد ما بوصل للاخر. هنحاول نخلي جزء كبير من البرطمان يكون باين معانا، الجزء اللي هو في نص البرطمان على قد ما تقدري. بقى حاولي ان انت تغلفي الاجزاء اللي باينه في البرطمان في الجزء اللي من تحت وكمان الجزء اللي من فوق. هبتدي كده احط شريط تاني من السولوتيب على الجزء اللي من تحت. تمام، يا دوب بثبته على الحرف وببتدي اتنيه كده على الجزء اللي من جوه. بعد كده هستخدم علبة تونة، وكمان هستخدم غطاء البرطمان نفسه. هبتدي دلوقتي اعمل فتحة صغيرة في نص الغطاء، وكمان فتحة صغيرة في نص علبة التونة. علبة التونة سهل ان انت تفتحيها عادي جدا، وبرده كمان الغطاء هنفتحه بسكينة سخنة على البوتاجاز. بالشكل ده عملت فتحة في علبة التونة، وكمان عملت فتحة في غطاء البرطمان. هبتدي دلوقتي استخدم السولوتيب او اللزق اللي هو الفضي، وهغلف علبة التونة كلها. هبتدي كده اغلف الجزء اللي هو من تحت، او هبدأ من تحت وهلف السولوتيب حوالين الدايرة بتاعة علبة التونة كلها، بوصل للاخر وبعد كده بقص الزيادات، وبعد كده ببدأ من الصف اللي بعده عشان الشكل يطلع معايا مظبوط وما يبقاش اللزق شكله مكلكع. ممكن تستخدمي طبعا بديل السولوتيب ده، ممكن تستخدمي الفوم اللازق، وطبعا هيدي معاكي نفس النتيجة وهيبقى حلو جدا. هكملها بقى بنفس الشكل، وغلفت كمان الغطاء بتاع البرطمان بس غلفته باللون اللي هو الاحمر. هبتدي بعد كده استخدم الشمعة الالكترونية، وعملت الفتحة اللي موجودة في الغطاء دي على قد الشمعة بالشكل ده كده عشان ادخلها. تمام، تبقى ثابتة معايا في قلب الغطاء، وهبتدي اقفل البرطمان عادي جدا. تمام، هيكون شكلها كده. هثبت بعد كده الغطاء مع البرطمان، بس هحط كمية شمع كده تكون كويسة عشان اتأكد ان البرطمان ما يتخلاش معايا او ما يتفكش، لان احنا طبعا ده فانوس وهنحركه، فمش عايزين ان احنا بمجرد ما يتشال يتفك مننا. هحط كمية شمع كده على الجزء بتاع الغطاء بتاع البرطمان، وهثبت الغطاء معاه، وهسيب ايدي شوية كده لحد ما اتأكد ان الشمع ناشف كويس، وهبتدي بعد كده احركه عادي جدا. تمام، بس ثواني، مجرد ان هو ما ينشف معانا تحس ان هو مسك فيه جامد وعمره ما هيتخلع. هثبت بعد كده البرطمان بالشكل ده على العلبة بتاعة التونة، طبعا هنبعد شوية عن الجزء اللي هو فيه اللزق عشان يثبت معانا برده وما يتخلعش منك نهائي. احط كمية شمع كده وببتدي اثبت البرطمان مع علبة التونة. بمجرد ما بتعملي الحاجات دي وتثبتيها كويس جدا عمرها ما بتتخلع منك نهائي.
شكل الفانوس بدأ كده يوضح معانا. بعد كده هبتدي استخدم بقى غطيان بمقاسات مختلفة، ده غطاء بتاع جيركن وفير كبير، وكده غطاء بتاع ازازة بريل. ممكن نستخدم غطيان كده بمقاسات مختلفة، بس الغطاء بتاع علبة البريل ده هيدي معانا شكل حلو جدا. وكمان هستخدم حلقة الستارة، هشيل الجزء اللي من تحت ده وهغلفهم بقى كله. غلفت الغطيان باللون الفضي، وكمان غلفت الحلقة بتاعت الستارة بالثلثين بالفضي. هستخدم بعد كده استرس كده يكون شكله حلو، وكمان هنستخدم لون يكون مقارب للألوان اللي احنا عاملينها. هثبت هنا الاسترس اللي هو اللون الفضي، هثبت عند الجزء اللي من تحت بتاع الغطاء بتاع البرطمان ده. طبعا التزيين يرجع لك انت، ممكن تستخدمي دانتيلا او اي حاجه تكون مناسبه بالنسبه لك، بس برضو هنحاول ان احنا نقرب كده الالوان وتبقى شكلها لايقه مع بعضها. بعد الجزء اللي انا حطيته بتاع الشريط بتاع السولوتيب، هبتدي برضو احط صف كده من الاسترس، وعند الجزء اللي من تحت برضو هيختلف وهيدي شكل حلو جدا للفانوس. كملت كده بنفس الشكل، وبرضه هثبت الاسترس ده عند الغطيان اللي هي بتاعت ازازة البريل، وكمان الجيريكن بتاع الوفير الغطيان الكبيرة عشان تدي شكل احلى. هنبتدي بعد كده نجمع الغطيان مع بعض، ايا كانت مش شرط الحاجة اللي انا مستخدماها، زي ما اتفقنا ممكن نستخدم غطيان باحجام مختلفة. هبتدي كده اثبتهم فوق بعض، وكمان هثبت الحلقة بتاعت الستارة في نص الغطا عشان تبقى اليد بتاعت الفانوس. هتأكد ان هي ثبتت، هستنى عليها بس كده ثواني لحد ما تمسك معايا كويس. وكمان اثبتها اكتر بجزء كده من الاسترس، هثبته في النص بالشكل ده بكمية من الشمع تكون كويسة. تمام، وكمان من الناحية التانية، استحالة ان هو يفك منك كده نهائي. هبتدي بقى احط كمية من الشمع على الغطا ده وهثبتها في نص البرطمان. طبعا احنا مستخدمين البرطمان بالمقلوب، وبالشكل ده نكون عملنا فانوس بمنتهى السهولة. زي ما اتفقنا ممكن تستخدمي برطمان بلاستيك غير البرطمان الازاز لو انتي مش حابة تستخدمي الازاز. وكمان هنستخدم حاجات كلها موجودة عندنا، غطيان وعلبة التونة، الحاجات دي كلها حاجات بسيطة. وبالشكل ده تكوني عملتي فانوس زي الفوانيس بتاعت زمان، وثبتي فيه كمان الشمعة تقدري ان انتي تشغليها وتطفيها بمنتهى السهولة. بس كده، ده فكرته بسيطة. تقدروا انكم تكتبولي في التعليقات لو الحاجة اللي انتم مش لاقيينها تقدروا تستخدموا ايه بديل ليها. كمان تبصوا على الفوانيس اللي عملناها مع بعض قبل كده وزينة رمضان، افكارها بسيطة وسهلة جدا وكمان غير مكلفة. اكتبولي طبعا رأيكم في التعليقات، انا بشكركم جدا على الكلام الجميل اللي بتكتبهولي، وده اللي بيخليني مكملة فعلا وبيقويني ويحفزني ان انا اصور واكمل شغل في القناة. ممكن كمان تبصوا على الفيديوهات القديمة اللي احنا عملناها مع بعض قبل كده، الفانوس اللي عملناه من الغربال، وكمان الحامل بتاع المصحف، والفانوس اللي عملناه من شفشق الخلاط، افكارها كلها بسيطة وسهلة. ودايما بحاول اقول لكم على البدايل للحاجات اللي بنستخدمها عشان يبقى الموضوع سهل بالنسبة لكم وتقدروا ان انتم تنفذوه. كل سنة وانتم طيبين، دعواتكم بقى، وان شاء الله الفيديو الجاي هيكون فيه افكار حلوة جدا. انتظروا الفيديو الجاي. سلام عليكم.